أنا سماع سألتك السؤال. ما الذي سيضيفه اقتراح الإيجاد بنشر قوات أفريقية في السودان في إطار جهود محاولة حل الأزمة السودانية؟ نعم، اقترحت الإيجاد بالتشاورات مع المبعوث الأمريكي لنشر قوات أممية أو أفريقية حوالي 4900 و500 جندي مقرها الخرطوم لتأمين المواطنين المدنيين في الخرطوم وأيضا في بعض المناطق التي تشهد معارك، والرفع أيضا تقارير عن الانتهاكات التي وقعت في المناطق التي تشهد اشتباكات. هذا المقترح قد يكون إيجابيا لبعض الجهات، ولكن في وجهة نظري إن القوات المسلحة لن تقبل بهذا المقترح وسوف ترفضه، لأن بعد هذا القرار كان هناك رفض شعبي من خلال رفضنا في التعليقات ومن خلال السوشيال ميديا، هناك رفض شعبي كبير جدا لهذا المقترح، والشعب يرى أن القوات المسلحة هي قادرة على أن تطهر السودان وكل المناطق من دنس هذا التمرد.